ثم قال ماذا؟ الأخلاق المجاهد، ثم قال ماذا؟ الصخرة ثم المناضلة، قال ماذا؟ القرآن الجزائري، ثم قال ماذا؟ فرعون جزائري، ثم قال ماذا؟ القفطان جزائري، ثم قال ماذا؟ مكة أو بكة في الجزائر، ثم قال ماذا؟ ميسي جزائري، ثم قال ماذا؟ الزليج جزائري، ثم قال ماذا؟ العالم ثم جزائري، قال ماذا؟ الجزائر الجزائر ثم الجزائر. تجري على الدول نخلع على الشجر. ثم قال ماذا؟ السلام عليكم خوتي الاعزاء، مرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم والتفاعل ديالكم معنا في هذه القناه المتواضعه. في هذه الحلقه هذه غادي نشوفوا جزائريين كيتسائلوا وكيسولوا فين مشى تبون، ما بقاش كيبان، ما نعرفش فين مشى، فين هو هذا اللي كان كيقول بان احنا مع فلسطين ظالمه او مظلومه. باش تعرفوا بان تبون كان كل سيمانه او 15 يوم كيعيط للصحافه وكيجلس على داك الفوتي وكيبقى كيخرطي عليهم ظالمه ولا مظلومه، حنا قوه اقليميه، حنا قوه ضاربه، ما كاينش اللي غادي يقدر علينا. ولكن دابا ما بقاش كيبان عمي تبون، ربما يمكن مشى لفرنسا او ربما مشى لايطاليا. لحد الساعه الجميع يتساءل ويقول اين عمي تبون، بغينا عمي تبون يخرج يمشي تصريح ويهضر على فلسطين او الله يهضر على اسرائيل ويقول بان حنا مع الفلسطينيين ظالمه او مظلومه. ولكن هادشي كامل غير الخرطي اخوتي العزاز وغير البيع والشراء في خوتنا الفلسطينيين. المهم اصدقائي العزاز ما ندخلش معكم في التفاصيل، غادي نخليكم نتوما اللي تتفرجوا تعطيوني الاراء ديالكم في قناه تحت التعليقات. ما تبخلوش علينا بلايك وبارطاج لهذا الفيديو هذا باش يوصل جميع المغاربه وجميع العرب في جميع انحاء العالم. يلا يعني نشوفوا الحلقه ونتلاقاو في النهايه. آه آه يا تبون لحم الرفي انتظارك، أعطيهم الضوء الأخضر كي يذهبون إلى فلسطين ويحررونها. يا تبون راجل الزهراء الفيحاء، لحم الجزائريين يا في انتظارك. يا شنقريح البوال أين أنت؟ أعطيهم الصاروخ اس 500 كي يحرروا فلسطين. السلام عليكم عمي تبون، انت وين راك؟ راك في شحال من يوم اللي نهار اللي ضربت غزة راك ضارب النح مطفي الضوء وخارج تحكي لنا بلي ودي حقا رانا حنايا راه عندنا المشاكل من كل جهة وطريق. احنا من بكري عندنا المشاكل من كل جهة وطريق، انت وين راك؟ هاي الامريكان تعاون في اسرائيل لايف، هي وانت الجزائر وين راها؟ ولا غيقولوا لنا احنا دولة قوة عظمى قوة عظمى قوة عظمى، احنا كاع رانا صابرين على المعيشة غير بسبب القوة العظمى اللي هي ما كانش قوة عظمى، وما ماكش طايقين ديروا حتى حاجة لهاد الشعب اللي راه يموت، وتعاون في افريقيا وتعاون في الاخر وهما ها مضروك السلاح اللي جايبه على من راك جايبه؟ المروك واش راك جايبه؟ فرنسا هذا وقت السلاح هذا اللي يبغى يتعاونوهم ضربك عاونوهم، ماكش بغيت يتعاونوهم بلعوا عطونا ما عطوهم اتساع، قول لهم انتم علاكم مخرجين الشعب يدير المظاهرات ومنا وغزه غزه وما نعرف واش، ما تكذبوا عليهم ما والو، ضربوا النح طفوا الضوء وسكتوا شت رقدوا، ما تزيدوش تهضروا، ما تزيدش تبان في التلفزيون، ما تقول لنا لا منا لا قوة عظمى لا رانا باين نحلوا الزين هاك لا باين لا لقينا البترول منا، هاي في غزة هاي في فلسطين نبغى يديروا شي حاجة نوضوا يديروا شي حاجة، اهدروا كي تريس بعدا غير هدروا كي تريس، قال رانا باغي نديروا لاش تا ما درتوش، قال باغي نديروا خلاص ماكش باغي ديروا بلعوا فهمكم، ما تبقاوش تخرجوا لنا كل 5 دقائق وتقولوا لنا احنا قوة عظمى احنا قوة عظمى، وعفوا ربنا صباح ربي جمعة يا جمعة، عيب الشي اللي راكم ديروا فيه، هاهم يهردوا فيهم تهرادة صاحبي وانتوما وين راكم؟ نعم الفضايح 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 كرهنا من الفضايح، شغل الكيان الصهيوني الاثار تاعو نلقاوها في قسنطينه كل نهار، كي تجي تخرج الصباح من الشارع تلقى لا بوبال قدامك، تلقى تيو فويتي تلقى لا روكار قدامك. اخي صدقني راهي مدمره، عندها بزاف عندها بزاف. الشعب الجزائري الذي يتغنى بالاسلام يشوف ولي الامر تاعو جامي صلى في المسجد،
سمعت بو رانا مع فلسطين ظالمه ومظلومه ما سمعنا والو، اضعف الايمان كلمه. وهذا ضعف وهوان، الشعب الجزائري قابل هذا الامر. الشعب الجزائري الذي يتغنى بالاسلام يشوف ولي الامر تاعو جامي صلى في المسجد، لان ربي منعه من ذلك، عنده كراع داروه له في الالمان، زوج صباع بلاستيك وصباط تاع لاسويس ما يقدرش يسجد، دونك جيب كرسي يصلي مع الناس، لكنه ما حبش يوري للجزائريين باللي ما يقدرش يصلي، وماهوش حاب يوري للجزائريين ضعفه وهوانه هو وقائد الاركان، لانهم ما يقدروش يحركوا اصبع واحد في اتجاه الغرب وفي اتجاه اليهود الذي يخيفهم، واصبح الان بعبع يخيف العالم كامل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وما كانش يعني فرق كبير بين فلسطين وغزة، رانا ريت موعد كي تجي تخرج صباح من الشارع تلقى لابوبال قدامك، تلقى تيو فويتي، تلقى لاروكار قدامك، شغل الكيان الصهيوني افارتر نلقاوها في قسنطينة كل نهار وما كان والو. سيريا كنتو نبعثوا لي فوطو، الفضايح 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 كرانا من الفضايح، تما ما كانش انا نظن الموضوع هذا نخلفوها سي غاني حتى نحروا انفسنا، ومن بعد اخويا دوكا نهضروا على نهضروا على امورنا الشخصيه، حتى نحروا انفسنا ساعه من الدبابه جاثمه على الصدور الجزائريه. فيما يخص عداله الدبابه، شوف سي غاني نعطيك هذا، نعطيك رايي الشخصي، ما شكيتش النظام هذا اللي زدت اكثر من 5 سنين والله بزاف، ما كاينش مع بوشين كان يبقى نفهم 5 سنين يدمروا الجزائر اكثر مما دمروها. يا اخي صدقني راهي مدمره، عندها بزاف عندها بزاف، دركا لازم احنا علينا كشعوب لا حابين نصروا الاقصى، نصروا انفسنا الساع تما دوك حنا شغل نعرب عن تعازينا لنا فينا ينا كيف كيف المذبوحه تاعك المسلوخه بنفس لي كريم اللي يديرهم الكيان الصهيوني صراو لنا هنا في 90 وفي 2000 وفي 2023 يونامار كلش واضح، الشعب كل على باله، كاين اللي خايف كاين اللي كاره كاين اللي مبدع، هضرنا هضرنا ثم خرجت الهضره. شكرا خويا حسن، حنايا قلنا في الجزائر نقولوا مع فلسطين ظالمة او مظلومة، وطرف خبز مازلنا ما عرفناهش. النفاق هذا هو النفاق اخي غني مهدي. المهم حنا كاين بزاف من الناس يعني الجزائريين اللي اتصلوا بكم يقولوا بلي حنا في الجزائر نحتاج تحرير الجزائر، اول شيء نحتاج الى تحرير وطننا اولا وشعبنا من هذا الطغيان. ويعني بالمناسبه يعني افتح القوس كي اتضامن مع كل سجناء الراي في الجزائر في بلادي تاع التسعينات وكل حقب من الاستقلال وجي. اول شيء لازم نحرر بلدنا صحيح، ومن بعد كي تكون لنا قوه وكي نساند الاخرين. تعرف يعني بين قوسين عندي اصدقاء في فلسطين عندهم ما شاء الله ماشي عندهم امكانيات احسن منا، هما باي بال يمشي وكاش اب يمشي عده اشياء، احنا الجزائر والو باش تبع الدرام تستنى شهر وعده اشياء المشاكل يعني بي 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 لا يسعى المجال لذلك. اتضامن مع اخوتي في فلسطين، ربي ينصرهم، ربي يحرر فلسطين وربي يحرر الجزائر، ونشكركم جزيل الشكر على هذه الحصه. كان هذا هو الفيديو اصدقائي الاعزاء ديال اليوم، شكرا لكم بزاف، سمحوا لنا لكم نطول عليكم. الناس اللي باقا ما شاركش معنا مرحبا بكم، شاركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا بجديد اللي كنحطوا دائما في هذه القناه المتواضعه. مازال ما درتيش لايك، كنتمنى باش دير لايك الفيديو وتبارطاجيه مع الاصدقاء ديالك باش الجميع يعرف الحقيقه ديال هذا عمي تبون، ويعرف الحقيقه ديال هاد الناس مع من حشرنا الله في الجوار. اصدقائي الاعزاء ما نطولش عليكم، غادي نخليكم حتى الحلقه اخرى ان شاء الله، ديما مغرب والسلام عليكم.